بانياس منفذ الوحيد لهؤلاء الخونة على البحر. مجب بانياس جبلة بكل الأحوال من خلال قوى الوطنية اللي مطوقتها لجبلة ما ممكن تكون ممر أو مقر للأعداء من البحر، لكن بانياس ممكن، وكل اللعبة ببانياس على هالأساس عم تنبني. المفروض آجلا وعاجلا تطويق بانياس، تطويق بانياس، وأنا أعني ما أعني تطهير أستاذ، تطويق بانياس والبدء بالتطهير. نحن بالمقاومة السورية احتمال نطلع على المؤازرة وعلى القتال. الله ينصر. المقاومة السورية عنوانها التطهير والتحرير، هالعنوان. لا يوجد لدينا أي فكر سلطوي أو سياسي، طالما الدولة موجودة السلطة موجودة. لا نتداخل بأي أمر جنائي أو مدني. هذا سرق، هذا تقاتل، هذا بده يراسل، هذا طلق، هذا الزواج، لا يعني له الأمور. مقاومة سورية اتجاهها تحرير وتطهير، وإذا تطلب الأمر منا خلال هالأسبوع فنحن رح ننزل على المعارك ببانياس ونأدي واجبنا الوطني. والقاسي والداني سيرى المقاومة السورية كيف بتقاتل. قاتلنا من الأماني، انكسر إلى نبع المر، إلى حاج الفرلق، النقطة 45، قسطل المعاف، المزرعة، مفرق السرايا، مفرق البسيط، العرجاء، ميدان، بيت فارس، الروضة، مركز الحطب، برج الشقراء، بيت حليبية. وأنا وقعت، أنا ورفاقي وقعت بكمين ببيت حليبية على نهر البلاطة، لا زال بتأذى من هذا الكمين. ضمن هالخط، هذا خط التماس الساخن دائما بكل مراحله، المقاومة السورية قاتلت وأخذت معلومات واقعية ميدانية من الأعداء ولقنت دروس مع 27 شهيد من المقاومة السورية. خطتنا دائما كانت الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم. اللي بيسألنا طيب دخلتوا على الضياع، طيب مين بده يسكن فيها؟ ما شغلنا. مهمتنا التحرير والتطهير، التسليم والثبات للقوات لما بصير فراغ وقت على كل حادث نحل. المقاومة السورية بهيك وضع إلى إجراءات. قصة بانياس ننتبه عليها يا شباب، منفذ الوحيد لهؤلاء الخونة على البحر. سرعانا لازم تتطوق، تتحرر وتتطهر. والسلام عليكم. نحن جاهزين يا سلام. نحن جاهزين.